اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. انتهينا من موسم رمضاني والمسلسلات العربيه والمصريه، نخش دلوقتي على الانجليش ونتفليكس والحاجات والجديد. وجديد نتفليكس دلوقتي، واعتقد ان ده هيبقى البومينج بتاع بره وامريكا وكل الحاجات بتاعت اوروبا، لان الناس كلها قاعدين في البيت فهيتفرجوا على المسلسل ده كده كده، وهو مسلسل سبيس فورس اللي اداره نتفليكس اتشرفت بيها ان هم كلموني وقالوا لي اتفرج عليه من قبل ما ينزل، وهو نازل يوم 29. فمرسي ليكو جدا، واتفرجت طبعا على المسلسل وهقول لكم رايي فيه كده كده. بس طبعا قبل ما ابتدي الحلقه عايزك تظبطني لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشترك على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج، دوس على جرس التنبيهات عشان تجي لك الحلقه اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. طبعا من البوستر اساسا عرفت مين البطل بتاع سبيس فورس، وهو الممثل الكوميدي ستيف كارال. ستيف كارال طبعا هو واحد من اشهر الكوميديانات والممثلين الكوميدي بره، وطبعا عمل اعمال قويه جدا زي ذا 40 years old virgin مثلا، وايضا المسلسل اللي احنا بنستخدم الميمز بتاعته حتى يومنا هذا، وهو مسلسل ذا اوفيس. وبرده من ضمن الحاجات اللي تعجبك ان هو تحس ان هو نفس التيم او نفس الجو اللي هو يبقى تيم وكل الكلام ده، وفي نفس الوقت المؤلف بتاع ذا اوفيس هو نفس المؤلف بتاع سبيس فورس، وهو جريج دانييلز. وبرضه من ضمن الحاجات الحلوه اللي انت تتفرج عليها في المسلسل الصراحه هو الممثل المخضرم الله يرحمه اللي توفى في رمضان اللي فات ده على طول، فريد ويلرد، وهو كان قايم بدور والد ستيف كارال اللي هو جنرال مارك. وقصة احداث المسلسل بتتكلم على ان جنرال مارك ده هو واحد من ضمن القوات الجوية في امريكا، وهو كان متخيل ان هو هيمسك بقى اللي هو هيبقى قائد القوات الجوية، لكن بامر من ترامب او الرئيس الامريكي. طبعا هو مش جايب لك شكل ترامب في المسلسل، بس هم طبعا قصدهم على ترامب، لان ترامب قبل كده قال في احدى خطاباته ان هو عايز يعمل سبيس فورس للقضاء على الصين وروسيا والكلام ده والحبشتكنات بتاع ترامب اللي احنا بنتكلم عليه. ففكرة المسلسل نفسها جاية من ترامب نفسه يعني، وبيسفوا بقى على الفكرة دي نفسها. فستيف كارال او جنرال مارك مش هيبقى هو ماسك القوات الجوية، هيبقى ماسك ديبارتمنت جديدة في القوات اسمها سبيس فورس، عشان للطلوع للقمر وكل الكلام ده، ويبقى فيه جنود في القمر والحفاظ على الامان وكل الكلام ده والسيطرة والعيشة في القمر وكل الكلام ده. فيا ترى ستيف كارال هيعمل ايه في المهمة دي، وهيبقى ايه علاقته ما بينه وما بين الناس او العاملين معاه، والكيمستري اللي ما بينه وما بين التيم بتاعه الجديد. وطبعا يا جماعه مش هقدر اتكلم يعني، هو الحصان الاسود في هذا المسلسل الفنان المخضرم جون مالكوفيتش. وجون مالكوفيتش يعتبر مشارك البطوله مع ستيف كارال، وهو المساعد بتاعه، وهو قايم برده بدور دكتور بيساعده في كل القرارات اللي هو بيتخذها وبيحاول يستشيره وكل الكلام ده. طريقته ولكنته وطريقه ادائه اكتر من رائعه وكوميديه جدا، والكيمستري اللي ما بينه وما بين ستيف كارال اكتر من رائعه. وطبعا من ضمن المفاجات اللي في المسلسل ان مرات ستيف كارال في المسلسل هي فيبي ليزا كودرو يا جماعه، يعني حاجه كده قمه الانشكاح والانبساط يا اخي. بس طبعا عشان مش عايز احرق لك كتير، مش عايز اقول لك هو ايه وضعها في المسلسل وكل الكلام ده، بس فعلا ليها كاريزما يا جماعه، ومبسوط ان هي في المسلسل، واعتقد ان السيزون اللي جاي هيبقى دورها اكبر واكبر. وبرده من ضمن الحاجات اللي حلوه جدا في المسلسل اداء ديانا سيلفرز او بنت ستيف كارال وليزا كودرو، كانت بتوصل لك احاسيسها قد ايه هي وحيده وقد ايه هي فعلا محتاجه ابوها في اي وقت من غير ما تعبر او من غير ما هي تقول، حتى بيبان من نظراتها وكل الكلام ده. فعجباني جدا ادائها وعجبني كل المسلسل الصراحة. مسلسل خفيف ولذيذ تتفرج عليه كده وانت قاعد، 10 حلقات اخدتهم كلهم على يومين الصراحة، واتفرجت عليهم في رمضان وفصلت شوية عن جو المسلسلات الرمضاني، وكنت مبسوط ومتكيف وضحكت كتير وانبسطت. طبعا مش اقوى حاجة في الدنيا، بس منتظر منه كتير، وهنشوف سيزن 2 وسيزن 3 وسيزن 5. اعتقد ان هو هيطول وهيطول وهينجح جامد. وعشان ابقى صريح معاك برضو، انا لحد اخر 5 دقايق من الحلقة الاخيرة من سيزن 1 انا كنت حاسس له اعتقد انتوا لو النهاية على القصة كده، فانا انتوا هتحمسوني ازاي على سيزن 2، برغم ان كل المسلسلات لازم النهاية تحمسك على السيزن الجديد. والصراحة يا جماعة عملوا الحوار ده في اخر الحلقة، حمسك جدا جدا جدا. وافتكر كلامي، ولما تتفرج على المسلسل على اخر 5 دقايق في الحلقة الاخيرة انت هتتحمس جدا لسيزن 2. طبعا مش عايز احرق لك إلا هيحصل، بس انت مترقب لحاجات كتير يعني، قرارات وحوارات وحبشتكنات. ومن الاخر يا معلم، تقييمي لمسلسل سبيس فورس سيزن 1 هو 6/10، واعتقد ان المسلسل هيحلو وهنرتبط بيه واحده واحده مع السنين اللي جايه ان شاء الله.
بس يا معلم ده اللي اقدر اقوله لك عن حلقه سبيس فورس بتاعت النهارده كده، حلقه خفيفه ولذيذه وحلوه كده عشان تتفرج على حاجات جديده كده على نتفليكس. ولو عجبتك الحلقه دي جدا دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشترك على انستغرام بيج فيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.